حقيقة يعني احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين قدام قبر يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك يا يحيى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغك السلام منا. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام، بلغ يحيى منا السلام. يعني يحيى منذ استشهاده يعني أصبح قبره مزار، مزار للشباب ولزملائه وأصدقائه، يعني مزار كل فترة تلاقي عنده ناس جايين للقبر، جايين يقرأوا القرآن ويوهبوا الثواب ليحيى ويدعوا له بالمغفرة. زي ما انت شايف كده يعني القبر سبحان الله، الأولاد يعني وغير الأولاد في رجال جم كبار جم كتبوا الكلام ده على قبر يحيى، والأولاد بقى بيتفننوا في ان هم يكتبوا مثلا شهيد يحيى، يحطوا الورود ديت ويكتبوا في القلب يحيى عواد وكذا، يكتبوا مثلا تاريخ الاستشهاد 8/1/2014، يكتبوا مثلا ان هو 17 سنة زي كده، السن 17 سنة فين كانت هنا 17 سنة 17 سنة وهكذا. يعني سبحان الله وأصبح القبر مزار لما تركه يحيى بين زملائه وأصدقائه من حب عميق في القلب يعني، وأثر فيهم وبحيث ان هم يعني عايزين، هم عايزين القبر ده، لولا ان القبر ده في مش يعني هو قبر مشترك مع العيلة، مع العائلة عائلتنا في المنايل، ما كان القبر ده كان بقى هيبقى حاجة تانية خالص من الأولاد يعني وحبايبه، يعني حتى مسكوا القبور التانية كتبوا عليها الحاجات اللي انت حضرتك شايفها في الجنة يحيى، وفارس يا يحيى اوعى تنسى وخليك فاكر يا يحيى اذكرني عند ربك وهكذا، يعني لن ننساك يا يحيى، مثل هذه الأمور يعني دليل على العمق الحب اللي سابه يحيى في قلوب أصدقائه وقلوب الناس وقلوب الناس. دي بجد في عيد الأم بقى الشهادة دي جت في عيد الأم، علقوها على القبر وكأنها شهادة تقدير إلى أم يحيى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وزيد في حسناته، اللهم إن كان محسنا فزيد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم تقبله في الشهداء، اللهم تقبله عندك في الشهداء، اللهم تقبله عندك في الشهداء وفي الفردوس الأعلى يا رب العالمين، في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم إنه جاد بنفسه في سبيلك، اللهم إنه جاد في سبيلك يا رب العالمين بنفسه وحرصا على دينه ودفاعا عن عقيدته ودينه، اللهم تقبله شهيدا وأعظم له أجره وأعظم له نيته، اللهم احشره في زمرة النبيين والصديقين والصالحين والشهداء يا رب العالمين، اللهم نور له قبره، اللهم نور له قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار، اللهم وسع له في قبره مد بصره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم جافي الأرض عن جنبي، اللهم جافي الأرض عن جنبي، اللهم جافي الأرض عن جنبي، اللهم اجعله من المنعمين مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي وله، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولسائر أموات المسلمين، وصلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.